الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير. الحقيقة أنه في دواعي كثيرة جدا تدعوني لأن أتحدث إليكم، ولا شك أنكم مشغولون بما يصيبني من أذى شديد أتعرض له منذ انتخبت، وبلغ التطاول علي حدودا لا يطيقها إنسان، حتى دخلت في بيتي وأهل بيتي، ووصفت بأقذع الأوصاف. إنما ليس هذا ما يشغلني الآن، إنما الذي يشغلني أن هذه البذاءات وهذا التهجم الغير منطقي كان يمكن أن يصرفني عن القيام بواجبي. أنا جاي هنا مش عشان أتعايق، أنا جاي علشان أخدم زملائي وأنهض برسالة وأعيد الأمجاد إلى المحاماة، وأحسس أو أحسن صورة المحاماة في عيون الناس، والتي اتفقنا جميعا على أنها ساءت في عيون كثيرة. وأنا ما فيش حاجة بعملها إلا ما بلاقي يعني صدورا عن ذات الروح التي تدعو إلى مهاجمتي أو التهجم علي أو إيذائي بألفاظ بذيئة أو تطاول علي، ماشية في إطار خطة أوسع هي نقد كل عمل وتعييب كل عمل أقوم به. وده اللي أنا عاوز أوضحه دلوقتي، وبعدين ربما عدت إلى الموضوع ككل. أنا اجتهدت زي ما اجتهدت مع وزير التموين وحصلت على موافقته على استخراج بطاقات تموين للمحامين، وزي ما اجتهدت مع القوات المسلحة علشان تجرى التحاليل المطلوبة والكشف الطبي في معامل القوات المسلحة بسعر أقل من سعر الطب الشرعي الذي يقتضي من المحامي أكثر من 500 أو الراغب في القيد في المحامي أكثر من 500 جنيه، لم ينجو أي عمل من أي انتقاد وبس. يعني من ضمن الطرائف التي واجهتني أن يقال الله احنا هنروح بقى نحلل في القوات المسلحة، اللي لقى عنده يعني أثر مخدرات يحولوه للقضاء العسكري. كلام سخيف واعتراضات سخيفة. إنما برضو أنا عاوز، أنا بكلمكم النهاردة علشان أنا من ضمن هذه الاجتهادات أنا حبيت أوفر لزملائي كمامات جيدة. كلمة جيدة جزء هام جدا في القضية، لأنه الكمامات أنواع والمواصفات أنواع، حتى في الفواكه، حتى في الكولونيا. يعني في إزازة كولونيا بخمسين جنيه وفي إزازة كولونيا بألف جنيه، ودي اسمها كولونيا ودي اسمها كولونيا، أو دي اسمها عطور ودي اسمها عطور. الكمامات أنا جبتها من القوات المسلحة بسعر يعني حوالي 430 قرش، وأنا اخترت القوات المسلحة بحثاً عن أمرين. الأمر الثاني أنني أعرف أن ما منتجات القوات المسلحة بجودة عالية، وأنه لا مجال فيها للغش التجاري، لأنها وسط نظام أو طالعة من وسط نظام محكم منضبط ومراقب ومتابع، فما تقدمه من خدمات لا جدال أن نسبة الجودة فيه نسبة عالية ومحققة. وأيضا القوات المسلحة لا تسعى للربح ولا تسعى للتكسب، وإحنا شايفين الكلام ده في ميادين كثيرة. ولا جدال أن التعامل مع القوات المسلحة ما فيهوش سبوبة، يعني الناس اللي بتسعى أحيانا في التعاملات للحصول على سبوبة لا تتعامل مع القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة ما بتديش سبوبة ولا تستطيع أن تعطي سبوبة. وبس أبص ألاقي بقى اللي أنا يعني الكمامة اللي مكلفاني أو مكلفة النقابة، يعني أنا مش بدفع من جيبي 4.30 جنيه قرش تقريبا. قلت أننا في اجتماعي مع لجنة الكورونا شاورتهم
نوزعها مجانا ولا نوزعها بسعر مخفض. فاجتمعت الآراء على أن توزيعها مجانا سوف يدعو من يأخذها إلى عدم الاهتمام، وإن الأوفق إن احنا نوزعها بسعر يعني مراعى فيه الدعم والدعم الكافي، علشان اللي بياخد الكمامة أو اللي بتاخد الكمامة يحس بقيمة اللي خده علشان يستعمله استعمال صحيح، لأنه هو دي أو هي دي الغاية. فأنا قلت هنشيل 2 جنيه، المحامي يتحمل 2 جنيه والنقابة تشيل الباقي. وأعلنت هذا امبارح، وفاجأ باعتراضات عجيبة الشأن، كلهم بيستغلوا الاتنين جنيه، الاتنين جنيه كمان بيستغلوها، وبيقولوا انه الدولة يعني صرحت على انه الكمامات تباع في الصيدليات باتنين جنيه. انا بحثت اولا في جميع الصيدليات على كمامة باتنين جنيه ما لقيتش، انما اللي بيقول الكلام ده المفترض انه محامي، والمحاماة قوامها الحجة، ولا يمكن ان تتأتى الحجة الا بعلم ومعرفة واحاطة وعقل يفكر. هل مواصفات الكمامات كلها زي بعضها؟ مش في اختلاف في الخامات؟ مش في اختلاف في اسلوب الصناعة؟ مش في اختلاف في دقة او عدم دقة الصناعة؟ مش المنطقي ان كل هذا بيصب في اختلاف الاسعار ما بين كمامة واخرى، كما صب في ارتفاع او انخفاض الاسعار بالنسبة للعطور، حتى بالنسبة للمشمش، في المشمش العادي بكذا وفي المشمش الحموي بكذا، وهو ده مشمش وده مشمش، انما الاسعار بتختلف. انا جاي لحضراتكم النهاردة عشان اقول لكم انا جايب نماذج اهي، علشان اللي بينتقدوا غاوين ينتقدوا اي حاجة للتجريح النقيب بتاعهم. ادي كمامة بتتباع ب5 جنيه، ادي الكمامة الكاتونيل او الكوتونيل تتباع ب20 جنيه، ادي كمامة بتتباع ب15 جنيه. خدوا دي بقى حضراتكم، الكمامة دي انا شاريها ب150 جنيه، كي بي 95، كي ناين عشان بس النور في عيني، كي ان 95 ب150 جنيه. هل الكمامة 150 جنيه زي الكمامة اللي بخمسة جنيه؟ هل هذا يعقله عقل؟ ناهيك بأن يدعيه محامي المفترض أنه صاحب عقل وصاحب حجة، وأن عمله في المحاماة قائم على المنطق وعلى العقل وعلى الحجة. هل يقف يستطيع أن يقف أمام محكمة ليقول أن سعر هذه يوافق سعر هذه؟ طب أنت بتنتقد السعر على أساس إيه؟ السعر اللي أنا بوفره لك باتنين جنيه والنقابة بتشيل الباقي، أنت بتنتقده على أساس إيه؟ مش عاجبك الاتنين جنيه؟ ما تاخدش، روح هات اللي بتقول عليه باتنين جنيه، هات ومطرح ما أنت عاوز، ما حدش بيجبرك. وبعدين الكمية اللي أنا يعني جبناها 150,000 دي بالبداهة يعني مش هتقضينا طوال فترة الوباء، وحنحتاج إن احنا نشتري تاني. أرجو من الذين يتفلسفون ويرغبون في تعييب كل شيء يدلونا من دلوقتي على حتت أو على أماكن أو على مصانع أو على أجزخانات نشتري منها كمامات بسعر أقل من السعر بتاع القوات المسلحة. بس لابد أن يوضع في الاعتبار أن تكون هذه الكمامات بمواصفات مقبولة وجيدة. انتوا عارفين والناس كلها عارفة دلوقتي انه بيحذرونا، يقولوا قبل ما ترمي الكمامة قصها ورميها في الزبالة. ليه بيعملوا كده؟ لان بقى في عصابات بتلم الكمامات من الزبالة وتغسلها وتشطفها وتكويها وتبيعها، ممكن يبيعها بجنيه، ممكن يبيعها بجنيه ونص، وهي اسمها كمامة. يعني انا الحقيقة
مش عاوز اقول ان ضاق صدري، انما عاوز اقول لكم او عاوز اشتكي لكم همي، ان انا كل شويه اقول لك هيئه المكتب، ومين قال ان انا مش عاوز اشكل هيئه المكتب؟ انا اول واحد حريص على تشكيل هيئه المكتب، لان على الاقل هتشيل عني اعباء انا شايلها لوحدي. انا باجي بالساعه 9 الصبح ل5 مساء قاعد للمحاماه وللنقابه وللمحامين، ولا جدال ان هيئه المكتب هتشيل عني جزء من هذا العبء. امال ما بتتشكلش ليه؟ ما بتتشكلش علشان مطلوب فيها التوافق. ربما انا عندي دلوقتي اللي استطيع ان انا املي ما اراه، ولكن مش هيبقى في توافق، يعني المجموع يعني ما هيبقاش بالقياس للمجلس في توافق، في حين انه المنطق والمصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك توافق. من ناحية رجاي عطية، أنا يعني مدد إيدي الاثنين وأحضاني علشان يحدث التوافق، إنما وهناك من يتعاونون الحقيقة عشان برضو أقول الحق، يعني من الزملاء المنتمين إلى النقيب السابق بيتعاونوا، لأن هم قدروا انه هم داخلين النقابه وانتخبهم المحامين للعمل للنقابه والمحاماه، مش لمجامله النقيب السابق او للولاء للنقيب السابق او معاكسه النقيب الحالي. انا بقول الناحيه الايجابيه ومش عاوز اقول الناحيه السلبيه، انما عاوز اقول لكل واحد دخل النقابه وانتخبته الجمعيه العموميه انه داخل علشان يكون وفاؤه وعطاؤه وجهده للنقابة وللمحاماة، لا لرجائي ولا لغير رجائي. وحيثما تكون المصلحة للمحاماة والنقابة والمحامين، يجب أن يكون ولاء عضو المجلس ونقيب المحامين. أنا حبيت يعني أقول لحضراتكم ان انا لا اشكو من العبء ولا اشكو من الجهد الذي ابذله، وانما اشكو مما الاقيه. وناس قالت لي ما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيتقال عليه كذا وبيتقال عليه كذا، ويا ما تحمل ويا ما صبر. انا بقول لهم كلمه واحده، هذا نبي، هذا نبي مبعوث سماء، انا لست نبيا. ومع ذلك اللي دارس السيرة النبوية وأزعم أنني دارس لها وأنني قد ألفت السيرة النبوية في رحاب التنزيل في 6 مجلدات كبيرة طبعت 2 مرات، المرة الأخيرة في دار المعارف، إنه دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن لاقى ما لاقاه في الطائف وشكى إلى ربه، إليك أشكو قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ده مين يا فندم اللي بيقول؟ ده سيدنا محمد. ومع ذلك شوفوا بقية الدعاء بقى، لكن احفظوا دي، لكن عافيتك هي أقرب لي. يعني بعد كل ده بيقول لربنا سبحانه وتعالى أنا محتاج لعافيتك لأنها أرحب لي وأوسع لي وتساعدني على أن أنهض بالرسالة. أنا فين بقى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنا شايل كتير، وأنا يعني لا أشكو، ولكن أردت أن تتفهموا معي ما أواجهه، وأنني أقاتل لأرد الدماء إلى شرايين المحاماة ولأعيد الأمجاد إلى نقابة المحامين ولأجلي صورة المحاماة في عيون الناس ولأكون في خدمة المحامين. والذين يزعمون أن النهاردة ما هو زي امبارح، لا، النهاردة مش زي امبارح، واستحالة يبقى يكون زي امبارح. أنا حضراتكم ليس سرا
أنا كل شيء اللي وفاء به لحق النقابة والمحامين، وأتحدى يطلع واقعة فساد واحدة منذ أن توليت نقابة المحامين. أنا مش بلوح للبلاغات الخمسة أو الستة التي قدمت عن وقائع فساد محققة، لا ألوح بهذا، بس عاوز أقول لحضراتكم أنه أنا أول من نادى بالتبرع للجنة الصندوق علشان نتيح لمن ضاقت ظروفه تقديم العون، وافتتحت هذا بمئة ألف جنيه، أنفقت حتى الآن ما يقترب من 150 ألف جنيه من مالي الخاص. إحدى الشتامين علقت على الترابزين الموجود في مدخل النقابة إن أنا عامله عشاني، ورد عليها اللي ردوا قالوا لها لعلمك أن تكلفة هذا الترابزين اللي هي 8400 جنيه دفعها الأستاذ النقيب من ماله الخاص. أنا بقول هذا علنا وفي وضوح، واللي أنا تقدمت به إلى زملائي محفوظ في ملف، لأنهم جميعا صمموا على أن يوقعوا باستلام المبالغ التي طاولتهم بها. استحالة يكون النهاردة زي امبارح، واستحالة ان انا اكون جاي النقابة علشان اخلي النهاردة زي امبارح، واستحالة ان انا اغادر موقعي دون ان اكون قد تركت اثرا تتذكره اجيال المحاماة والمحامين من بعدي، انني قد جئت فاصلحت وطهرت وسوف افعل. لا شيء سوف يثنيني عن مطاردة الفساد وعن محاسبة الفاسدين، ليس فأرا من أحد وليس انتقاما من أحد. أنا ليس بيني وبين أحد لا فأر ولا انتقام. أنا كنت بعيدا تماما منذ 2009 عن كل هذا المعترك، إنما مدام أنتم أولتوني هذه الثقة فلابد أن أكون أمينا على أموالكم حريصا عليها، ولابد أن أطهر لكم نقابتكم وأن أضعها على الطريق الصحيح بكم وبعون الله سبحانه وتعالى. أطيب تمنياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.